معانا المستشار مرتضى منصور على التليفون. مساء الخير يا سيادة المستشار. مساء الخير، ازيك يا كابتن خالد؟ ازي حضرتك سيادة المستشار، اهلا بيك. استاذ ايهاب ازيك؟ استاذ محمد شلون ازيك؟ ازي حضرتك؟ شوف امح يا معزمني في الكافيه على حاجات مشروبات وصاحب احمد وهنية، بس انا بطلب منه يا امح ان هو يدفع غرام الكهرباء. ده بيحبه كده، وانت اللي قلت له روح 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 النادي الاهلي. امح انا حزين للي حصل لك، انا بعتذر لك على الهوا، وبكره ان شاء الله الساعه 6 تشرفني في نادي الزمالك، هنعمل فيديو انا وانت ونعيد ذكريات القديمه. ده شاب جميل جدا جدا، وكنت بتلاقيني قاعد في اي مكان بتجري عليا وتبوسني، عشان انت ولد ربنا كرمك ومديك البركه. صحيح. فما تزعلش، وتاني بقول لك ما تزعلش، ومن فضلك يا امح حوش بقى الفلوس على كهرباء ما دام النادي الاهلي مش عايز يدفعها له، يدفعها له انت. وانت يا امح ملياردير، انت معاك كتير، معاك 10,000 زي ما الاغنيه بتاعت هنيدي مش عارف. انت عارف يا سياده المستشار ان هو بطيبه قلبه طلع، فكانوا عاملين معاه لقاء، فبيقولوا له يعني ايه رايك في موضوع كهربا وكده وبتاع، قال لهم لا كهربا كان ماضي من زمان في الاهلي قبل ما يروح البرتغال. يعني فاهم، ودى كهربا في داهيه. يعني هو بيقول، والناس دي ما بتكذبش على فكره، الشخصيات دي لا تكذب، يعني بتقول اللي في حقيقه واللي في قلبها. لا دموعك غاليه، وانت انسان عزيز عليا انا شخصيا، وعلى احمد وامير، هم بيحبوك جدا جدا، ومش عايزك تزعل، ومستنيك بكره ان شاء الله الساعه 6 ان شاء الله باذن الله. الزمالك ومش انت هتبقى اول اهلاوي بيخش نادي الزمالك، مع ناس كتير يعني. صحيح صحيح. ياسين دخل وفتحي مبروك دخل، اوعى يخوفوك تقول لك اوعى تخش نادي، بتهيألي انت جيت قبل كده يا امح بتهيألي كده، فاكر انا اشتبهت فيك كده مره وانت جوه النادي. على العموم اهلا بيك يا امح، بكره في انتظارك الساعه 6 في مكتبي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. رقم واحد. رقم اثنين، احنا ادينا للولد ده حجم اكبر من حجمه بتاع الممر الشرفي. يا جماعه من فضلكم بعد اذنكم ما تدلوش قيمه اكتر من قيمته. دخل ما دخلش عنه ما دخل. انا بتعامل مع مؤسسه رياضيه كبيره اسمها النادي الاهلي. النادي الاهلي يا مسيادة الحق. النادي الاهلي مش محمود الخطيب على فكره. النادي الاهلي كيان، التاريخ، البطولات، جمعيات العموميه، جماهيره بالملايين، هو ده النادي الاهلي. هو هتقول لي النادي الاهلي محمود الخطيب اللي طلع مدير التنفيذي شتم عضو مجلس الاداره المحترم محمد الضباطي اللي ياما مول هو والده النادي خلاص، وبعدين يطلع الدكتور سعد يقول لك انا باخد تعليمات من رئيس النادي، هو ده النادي الاهلي؟ هو النادي الاهلي اللي مجدي عبد الغني يتشتم كابتن خطيب وكابتنهم كلهم؟ هو النادي الاهلي ان مصطفى يونس يتشتم؟ هو النادي الاهلي ان حسام غالي، اقسم بالله لا اعرف قيمه حسام غالي، حسام غالي ده هو وزوجته اصحاب احمد مرتضى وزوجته امير مرتضى وزوجته. تمام؟ وعندنا في البيت على طول، في عز ما هو في النادي الاهلي، ما فكرش مره ان حد يكلمه انه يجي الزمالك، وصاحبهم جدا كل يوم معاهم لما كان بيلعب. اهلاوي مخلص. انتوا نسيتوا حسام غالي لما زحف على بطنه عشان يطلع الكوره بدماغه كانت رقبته هتتكسر؟ ايه قله الادب اللي على بعض المواقع دي؟ ايه اللي بيحصل في النادي الكبير المحترم ده؟ ده رقم واحد. رقم اثنين، هو حضرتك مش كنت واقف تسحل عليا وانت قناه اسمها سي ار تي باين، ما اعرفش ايه سي ار تي ولا ايه، عشان اعمل لك مداخلات؟ انت نسيت؟ وكنت بطرقع لك ما بتنطقش. انت ايه اللي حصل لك؟ انت طايح في البلد ليه؟ وعايز اسال سؤال كابتن محمود، انت عايز ايه؟ انا بسالك مثال الادب، انت عايز ايه؟ يعني انا راجل طلعت في التلفزيون مع كابتن مجدي عبد الغني، قلت يا جماعه لعيبه الاهلي والزمالك عندهم ارهاق بسبب تواصل الموسمين، واللي عمل تواصل الموسمين محمود الخطيب، ولو انا كذاب اعمل بيان، اعمل بيان، لان الورقه موجوده كلنا واضيين عليها في ما عدا انت. انا كنت فاكر ماجد سامي ما وضعش ماضي، انت الوحيد اللي رحت يمين وشمال لكل المسؤولين وصممت ان الدوري بعد 4 أشهر يكمل. وانا فاكر يومها قول حتى لو عايزين تدوا الدوري الاهلي انا ما عنديش مشكله، بس الاهلي هتكسر اللي احنا فيه دلوقتي. الولد اللي عندك طلع في قناتك ثاني يوم قال لك يا ابو فكري فاسد، انا فكري فاسد؟ انا استاذ القانون فكري فاسد؟ انت مين؟ انت اللي مين؟
تاني انت اللي مين بصراحه؟ انت بتتكلم عن مرتضى منصور مين؟ اصغر رئيس محكمه في مصر، اول قاضي في العالم يستقيل عن منصه يوم 3/4/84. تاني اصغر رئيس محكمه في مصر، وفي استقالته قال بالحرف القانون في مصر لا يطبق الا على الضعفاء الفقراء. انت مين؟ فكرني كده، انت مين؟ انت واللي وراك مين؟ انا راجل كنت رئيس محكمه ووكيل نيابه في اسماعيليه واسكندريه وكفر الشيخ واسيوط وابنوب والبداري وصهاج والفيوم وشمال القاهره وجنوب القاهره ورئيس محكمه الجيزه. انت مين؟ انت اللي مين؟ انت اللي شرف ليك انك تسلم على صابع رجلي. ما تدروش حجم اكبر من حجمه. لكن انا دلوقتي بتاعي بقوله للمره الثانيه، انت عايز ايه يا محمود الخطيب؟ انا قلت الكلام ده شتمني وقال لك الفكر الفاشل. دخلت مع مجدي قلت له يا مجدي بعمل مبادره اهو من هنا بالرغم انا اللي حارس محاميه تمام؟ اللي جه باسمي اتحبس. بتنازل وعايزين نبدا صفحه جديده انا والكابتن محمود الخطيب. ده الغايات بتاعته دي على فكره من 4 سنين والحقوني. وانا زي ما قلت امبارح الخطه يبعت لي تشتم في 3 4 مواقع. النهارده عملنا اصدار بلاغات، الواد ابو راسين والواد ابو نخير مش عارف كله ده بلاغات خلاص. ومين المحرض؟ حطيت محمود الخطيب. ليه؟ لانك انت يا محمود البيان بتاع امبارح قلت توجيه لكل صفحات الاهلي نزلوا شتيمه السيد عبد الحفيظ. يبقى انت المحرض خلاص. عرفنا ان السيد ده اداه والصفحات دي اداه. انت عايز تولع البلد؟ انت عايز ايه؟ انت اقعد بنفسك قول لي انت عايز ايه؟ يعني ايه المطلوب مني عشان اعمله لك ونخلص؟ المطلوب مني اقعد في البيت وانت تبقى رئيس الزمالك والاهلي؟ انا مش فاهم. ايه المطلوب؟ المطلوب افوت لك المطوشه وانا كسبانك يد وطايره بكل وقدم بكل الالعاب ومن ساعه انا ما جيت مش عايز تكسبني في حاجه؟ المطلوب ايه؟ يعني قول لي البلد عايزه تستريح. انت عامل مشاكل كل يوم. ايه المطلوب؟ تاني ايه المطلوب؟ وانا شفت ايام سودة مش عايز اتكلم عنها عشان ما اسيئش الهيئه محترمه. مش عايز اسيء الهيئه محترمه. وبلعت في بقي خلاص. انا بسالك سؤال، انت عايز ايه يا ابني؟ احترامي ليك، انت راجل رئيس نادي الاهلي، يا سلام، نادي عظيم. لكن انت برضه في الاخر انت مين؟ انا يا ابني مش خريج معهد كمال ابو الخير، انا الاول على دفعتي. انا وكيل نيابه. انا رئيس نيابه ورئيس محكمه. انا عضو برلمان من 22 سنه. انا عضو هيئه برلمانيه دوليه. وربنا ينزل مناخير الارض، تاني كل ما يرفعني يا رب، كل ما ترفع مناصبي ينزل مناخير الارض. انا واحد من اكبر المحامين في العالم العربي. انت عشان تقابلني تقابلني بالدور. واوعى تنسى محمود انك انت كنت بتيجي مع عاطف سلام بتاع السكر والمرحوم مصطفى باظه عشان ليك مشاكل. انت مين؟ انت احنا خلاص زهقنا والدوله زهقت وجميل زهق. وسيبك من العيال اللي انت مسلطهم يقول لك ايه؟ الحراق. قبل الحراق رد، حراق مين؟ الحراق الحرقه دي بتيجي في حته مؤاخذه بقى مش احنا. فانا بسالك سؤال، اطلع قول في بيان انت عايز مننا ايه؟ انت عايز من الدوله ايه؟ انت عامل بيان النهارده بتهدد الدولة. طيب انت زعلان ان واحد يتشتم؟ طب انا بس بسألك سؤال، انت رجعت العقد اللي انت عامله مع الشركة المتحدة المحترمة؟ الشركة تدير ومسؤولة عما ينشر ويوزع فيها. تاني انت واضح انك من راجل معهد ابو خير، انت ما قريتش العقد. العقد كده بيقول ان الشركة المتحدة مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل اللي بيوزع فيها. الله، انت عايز ان احنا نتشتم في قناه تبعهم ويقولوا لك يا مام احنا خايفين اصل هو اصل ده بيبو الخطيب؟ لا يا حبيبي، لا بجد، احنا زهقنا، احنا زهقنا والدوله زهقت والناس زهقت. والله العظيم 90% من جماهير الاهلي المحترمه زهقوا. يا اخي ركز، ركز مع لعيبتك، ركز في المشاكل اللي عندك، ركز ان ازاي مدير تنفيذي يشتم عضو مجلس اداره عندك، ركز انك انت لو سمحت النهارده ان مجد عبد الغني يتشتم هتمشي. رئيس نادي هيجي بكره يسمح انك انت كمان تتشتم. مجد عبد الغني ده كان بيلعب في الزمالك في الاهلي قبلك. مصطفى يونس اللي بيشتم ده كابتنك. هو في يا جماعه ايه حاله الهيجان اللي موجوده ديت وعامل لها توتر في البلد كلها؟ وبعدين اتشتمنا، انا بلغت يا جماعه بمنتهى الادب والاحترام اتشتمنا تمام من الواد ده. بيقول لك السؤال عليا متربي في حزب بتاع ما تحكيش، ما انت اللي كاتب وتشتم والنار. واوعى تنسى يا محمود يا خطيب ان صفحه حجاز الارهابي اللي محكوم عليه بالاعدام في السجن هو اللي عقد قران بنتك مع اسامه حسني الاخوانجي. اوعى تنسى، اوعى تنسى ان اسمه الواد الهربان ده، الكلب ده الهربان الشاذ ده اللي اسمه علاء كاذب دون، ان بيكتب الاول كل حاجه عندك.
يكتب عنده في صفحته وتنزل بعد 10 دقايق عندك. لما يكتب امبارح في بيان هام من النادي الاهلي الساعه 6 وتنزل بيان فيه وتقول انا اديت توجيهات، تنزل الشتيمه في كل مكان. لا انت حبيبي اسمه متهم دلوقتي في كل اللي فات، وانا من دلوقتي بتعامل معاك بالقانون. تاني انا فاكر زمان الهيجان اللي كان بيحصل، اشتموا مرتضى، اشتموا مرتضى، وادي بيت اسمه من المقاطي، وادي الثاني مش عارف اسمه ايه، والواد الثاني كان عليه احكام عن 18 سنه وهربان عشان اخوه ضابط شرطه، تمام وساكت خلاص يقل ادابهم. اجي ارد الحقوني والنبي شتمني امي اختي ابويا. لا ما كنتش برد. انت عامل انت النهارده بتقول هتبلغ ضدي عشان اللي قلته امبارح، اللي قلته امبارح على هوا الاهلاويه قبل الزملكاويه المحترمين، لان انا قلت بمد ايدي ليك برغم الشتيمه فيا بقى تاني من الولد دون عشان البلد دي، ونقعد عند وزير الشباب ومعانا محمد بن صلحي ومعانا الاستاذ كمال ابو علي ومعانا يحيى الكومي ومعانا الناس بتوع المحله، معانا الناس المحترمه عشان نعمل بروتوكول مع بعض، ومعانا سالم الشمسي ومعانا فيوتشر. خلاص في ايه مالك؟ في ايه مالك؟ حضرتك مين؟ فهمني حضرتك مين؟ طيب. ثاني واحده خالد من فضلك، حضرتك مين يا فندم؟ فهمني عشان نريحك. حضرتك لاعب كوره زي مين مثلا؟ زي فاروق جعفر؟ ما هو هادي اهو الراجل، حسن شحاته؟ ما هو تمام؟ الناس كلها هاديه. لكن حضرتك كل ما المشكله تخلص، وبعدين النهارده عملت بيان اهو قدامي. خلاص؟ بترفض رفض قاطع الشركه المتحده اللي بتعمله عشان حذفت شتيمه. يعني انت موافق على الشتيمه؟ طب انا لما برد بتعيطوا، لكن مش هرد. انا مش هرد، ليه؟ لان انا عايز بلدي تهدى ودولتي تهدى. وانا قلت امبارح وقلت تاني النهارده كلامي واضح. وانا لما انت شفت الصوره مع الاستاذ محمد حداوه الرابع المشهور، استاذ احمد دياب، النائب محمد حداوه والاخ النائب احمد دياب، تمام. الصوره دي على فكره اول ما دخلت فوجئت لقيته في وشي، هتلاقيني كده ايه، حتى لسه ما لسه تعبيرات الوش فيها زعل، تمام. بيبان عليك. خلاص. ولا مفاجاه يعني، محمد عامل لي مفاجاه لما قعدنا خلاص القصه انتهت تماما. واوعى تفتكر ان محمد حلاوه عضو مجلس الشيوخ بيخلص مشكله مرتضى ودياب، سيبك مرتضى ودياب، نادي الزمالك وفيوتشر او الرابطه من دماغه. طبعا الدوله عايزه هدوء، وكل ما الدنيا تهدى في ناس بتولع وبتاخد تعليمات من هناك من قطر، من علاء صادق اللي بقول تاني يا دوله قطر، من فضلك من فضلك، هو حضرتك مش طلعت معانا؟ تمام؟ بعد اذن السياسه، بعد اذن السياسه، اللي هارب ده عند حضرتك وعايز يولع في البلد، اقسم بالله العظيم علاء صادق كاذب ده، لا ليه علاقه بالاهلي ولا عمره مشجع الاهلي، ده اصلا جاي من نادي الاولمبي، مع احترامي طبعا نادي الاولمبي نادي تاريخه تاريخه ادم الاهلي والزمالك، عمره ما كان اهلاوي، انما هو غلاوي، هو مش عارفين يولعوا الدنيا سياسيا، طب ما نولعها رياضيا. ده امتداد للواد محمد علي، خلي بالكم. وبعدين للاسف بعض جماهير الاهلي المغيبه ماشيه وراه بتعليمات، ما هو ده احنا خلاص عرفنا، لا توجيهات من محمود الخطيب في البيان امبارح، نزلوا الشتيم على كل الصفحات، يبقى حضرتك المحرض. يا ابني اهدى يا حبيبي، اهدى اهدى وخليك في فريقك وانا في فريقي وكل واحد في فريقه عشان البلد دي تبقى هاديه. والله العظيم لو تعرف المشاكل اللي موجوده فيها مصر، لا مشاكل جامده، مشاكل اقتصاديه، مشاكل يعني شفنا بعد ليبيا ما خلاص الحمد لله ربنا كرمهم، بيضربوا بعض دلوقتي كل يوم، تمام. اللي بيحصل في السودان، اللي بيحصل في العراق، في سوريا، في اليمن، الدنيا كلها حوالينا يا جماعه، يعني مش كده. فاللي بيحب البلد يهدى. وبعدين انا ما قلتلكش حاجه امبارح غلط عشان بتبلغ فيا، واخد بالك؟ لا ده بكره بقى البلاغات كلها لحضرتك وكل صفحاتك، 7 8 قال بيقلوا ادابهم. خلاص انا بتعامل معاك بالقانون، كنت الاول بيشتموني اروح راضي، لا مش راضي. استاذ محمود الخطيب انت راجل محترم وراجل مؤدب ومسلط الناس، تشتمني انت زعلان ان الشركه المتحده حذفت شتيمه لرئيس نادي الزمالك؟ سبحان الله يا اخي. بقول لك تاني، مدحت عبد الهادي وامير عزم مجاهد، اثنين من الشخصيات الزملكاويه المحترمه، بمجرد انهم زقوا الواد في المغرب وهم لسه هناك تم عزلهم. لان دي الاصول، هي دي الاصول. انا كنت فاكر تعمل بيان اعتذار، لا انا موافق على الشتيمه ونزلوا الشتيمه. النهارده بتهدد الدوله كلها الاستاد، ده دوله اللي مجاملاك بالاستاد،
ودوله مجاملات بتاخد من الشركه الراعي اكتر من اي نادي. اسال الاسماعيلي، اسال المصري، اسال الاتحاد الاسكندري، المحله بياخدوا كام وهو بياخد كام. تمام. انما انت تتحدى الدوله الان، انت بتتحداها امبارح، تحداها تاني النهارده، وبتقول تاني هننزل وبعدين همنع لعيبتي من ان هم يطلعوا في القناه. طب ما تمنحهم، ايه المشكله؟ انت ناسي تاني اقرا عقدك هتلاقي كده، ان الشركه التي تدير القناه هي الشركه المسؤوله عن اللي بيحصل فيها. فالشركه دلوقتي لما حد يشتم رئيس النادي يقول لك اصل شتمني امبارح، بالعكس بقول استاذ ما هو انت زعلان انك انت ما هتعاون ولا ما هتكمل ابو الخير؟ دي الحقيقه. انت زعلان من ايه؟ انت زعلان ان انا مرتضى منصور الاكثر رئيس محكمه واستقلت مع منصه وكيل نيابه وطالع له العدو في بيته وقال لك كتاب في القانون واخد جهاز الدوله، انت زعلان من دي الحقيقه. ف يعني عايزين نهدي نفسنا عشان البلد. وبعدين انت كل البيان اللي انت منزله تهديدات، تهديدات للدوله. هو النهارده لما الدوله تلاقي انت عندك عيل قل ادبه على رئيس نادي الزمالك ومن غير مناسبه ده ماتش الاهلي والجونه، انا طرف فيه؟ انا مش طرف فيه. بس احنا عرفنا بقى الجماهير اللي كانت بتشتم تركي الشيخ المحترم وبتشتم مرتضى منصور المحترم وبتشتم اسماعيل المحترم والمانجا، خلص الكلام دوت. ده التوجيه بقى، لانك انت انكشفت ما احنا قلت دي التوجيهات خلاص. وبعدين عايز اسال الاستاذ محمد ابو الامير، هو حضرتك في اصل محمد؟ يعني انا مرتضى منصور مصري زملكاوي، وعمري ما اكون زملكاوي مصري، لا مصري زملكاوي، والزمالك عندي بعد بلدي بمليون ميل، لانه الزمالك ده جزء من الوطن اسمه مصر اللي كلنا عايشين فيه وخير الوطن علينا. الزمالك ده جزء صغير زي الاهلي. لما يطلع احمد موسى يدافع عن الولد ده، حيرتنا يا احمد يا موسى، ده انت عرفنا بقالك 10 سنين بتهاجم الاخوان المسلمين، وانت عارف ان الولد ده واحد من قيادات رابعه العدويه، ومتصور وانا الصوره بعتها لك دلوقتي يا خالد، وهو عامل علامه رابعه من اللي علم معاه. تمام. هو حضرتك مع مين يا احمد يا موسى؟ يعني انت اهلاوي مصراوي؟ خلاص يبقى انت كشفت. يعني ايه اهلاوي مصراوي؟ لا انت المفروض تبقى مصري والاهلي يجي بالدرجه ال 100 زي انا اهو بقول تاني قدام مصر كلها، انا رئيس زمالك، انا مصري 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 من هنا لاسوان، وبعد كده انا زمالك. لان ده وطني، ده اللي علمني، ده اللي خيره عليا، ده راح مكتفي منه هو، من البلد دي اللي احنا اتربينا فيها وتحملنا الخير، واللي كان بيجي منها برضه خير وشر. انا مش دار ضد الانتخابات بالتزوير اللي احمد موسى اعلنها قبل السنه دي ما تيجي، خلاص ده وطني زي ما قلت قبل كده، هيحضني شويه ويزقني شويه ويحبني شويه ويكرهني شويه، دي بلدي وطني. لكن الهيجان اللي حاصل في البلد ده هتدفع ثمنه واقسم بالله العظيم في النهايه. ليه؟ لان في دوله، في مؤسسات. انا وانت دلوقتي احنا تحت الاضواء والدنيا كلها شايفانا. مرتضى بيعمل ايه؟ بيهدي. وانت بتعمل ايه؟ بتولع. واحد بيهدي والتاني بيولع. انا بقول ايه؟ بقى حتى الحكم اللي ضد المحامي بتاعك بالحبس السنه، لقيت المحامي عامل بتاع بيقول لك ايه؟ لن اتصالح مع هذا المذكور. ايه ده؟ ايه الجبروت يا جماعه؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ انت نعتمد على مين؟ قول لي. ما فيش تحقيقات في اللي حصل. تاني بقول لك في تحقيقات في اللي حصل ومش عايز اتكلم. كفايه بقى. فاللي بطلبه دلوقتي احمد موسى، انت مش قادر تمسك نفسك، روح البيت ارقص وافرح. لكن لما تطلع على الشاشه، الشاشه دي مش لا ملكك ولا ملك محمد ابو عنين، ملك الملايين اللي بيتفرجوا على صدى البلد. انما بتدافع عن واحد شتم رئيس نادي الزمالك وكان عايز يعمل فتنه، وزي ما انا قلت لكم امبارح واقسم بالله العظيم انك يا عمرو يا فاروق عارف مين اللي رجعك تاني وخلاك نائب رئيس نادي. وانا وريتك الرسائل النهارده، ايهاب وريتها لك النهارده ولا لا؟ شفتها وريتها لك. ايوه مرتضى منصور من 25 رجعك. من 25 ديسمبر ايا كان. انا اللي مرجعك في يا جماعه، في بجد. فانا بقول لك اهو بكل ادب واحترام يا احمد يا موسى، عايز اهلاوي في بيتك، الشاشه دي ملك الملايين من الزملكاويه والاهلاويه. واخويا محمد ابو العينين كفايه، انا اللي بقول لك كفايه، حضرتك مش قادر عليه قول لي انا مش قادر عليه. انما بني ادم 10 سنين عرفنا الاخوان
ولعوا في الاخوان، احرقوا الاخوان، الاخوان دول خونه. طب ما انت عندك ساده وحفيظ استضافت في قناتك، ما انت عارف انه اخوان. ولا نظريه ميكافيلي لغايه تبرر الوسيله، كتاب الامير. لا انت بقى يا مع الاخوان يا والعلاء ده تتجزأ زي انا بالظبط كده. ها؟ واوعى تنسى احمد يا موسى، انت كنت شغال في قناه التحرير محدش عارف. انا ظهوري معاك قبل 30 يونيو الناس عرفتك لما كنت بقول للاخوان 1 2 3 4 واكشف كل جرائمهم. ها؟ اوعى تنسى ان انا اللي عملتك من قناه التحرير. اوعى تنسى. فاهم؟ انما يا جماعه واحد بيقول لك انا ضد الاخوان وعمال يدافع عن واحد اخواني. ليه؟ اصل انا اهلاوي. لا انت المفروض تبقى مصراوي. خالد احنا عايزين نقفل الصفحه دي. تمام. في بكره مذكره راحه للاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد، لانه في ماتش الكونه في واحد من عناصر اللعبه شتمنا من غير مناسبه. تمام؟ النادي بتاعه اللي عايز يعتذر ولا عايز يحدث الشتيمه بالعكس بيحرضه، ما عندناش مشكله. حضرتك متهم معاه، لان سيادتك عملت بيان واضح وصريح بتقول الى كل صفحات الاهلي نزلوا الشتيمه. خلاص يبقى انت كل صفحات الاهلي بتشتمنا، اللي هي عايزه تعمل فتنه، اللي هي بتاخد من على الكلب الهروان ده. انت يا ابني لما جيت تهرب لبست لبس النسوان وهربت وهربت. هل عندك دم بقى؟ واتحداك لو انت ثاني، اتحداك لو انت اهلاوي، واتحداك يا محمود يا خطيب لو عملت بيان انت ومجلس ادارتك قلت انك انت بتستنكر اللي بيعمله الواد ده من تحريض الدوله المصريه. كان لابس فستان. لو عملت الكلام ده يا محمود يا خطيب يا سلام هتطلع السما. انما تعمل الكلام ده ازاي وهو بيكلمك كل يوم، وقبل ما تنزل على صفحتك هو بيكون منزل الاول وبناخد منه. يا جمهور الاهلي يا محترم يا عظيم، اوعوا تنزلوا المنزلق ده. البلد دي جت في يوم من الايام كان فيها فتنه طائفيه والحمد لله عظيمة، وبعدين فتنه سياسيه، الرئيس عامل حوار وطني لكل التيارات، هتيجي تقعد وتقول اراء في الدستور والانتخابات والمجلس كله 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 كل. تمام؟ دخلنا بقى في الفتنه اللي مالهاش حل، الرياضيه. ليه مالهاش حل؟ لان في كل بيت هتلاقي زملكاوي اخوه اهلاوي، اب اهلاوي الام زملكاوي، كده هتلاقي في كل بيت. يعني انت عايز تولع في بيوت مصر وتتفرج وبتحريض من هنا؟ فبقول لجمهور الاهلي، يا جمهور الاهلي يا عظيم يا محترم، اوعى تنبه. بقول لجمهور الزمالك من فضلكم اوعى تفتكروا التحفيل ده. لا في ناس زمالك خفيف هنا وهنا، بس لما بيزيد حد بيبقى رخامه، يبقى دمه تقيل. وانا عايز الاهلي قوي، لان الاهلي لما بيبقى قوي واكتبه تمام بتبقى متعته كبيره. تمام؟ خالد اقفلوا تمام يا اقفلوها خالص، ما تقولوش قيمه اكبر من قيمته. وفي نفس الوقت بقول انا كمرتضى منصور لما شفت البيان اللي هم عاملينه، هو عامله ان هو عايز يقاطع يقاطع، اقسم بالله العظيم هذه الشركه شركه محترمه جدا جدا جدا، وياما اختلفت معاها على فكره. تمام؟ يا ما اختلفت معاها، فيها اداره محترمه وملتزمه، ثاني اداره محترمه وملتزمه، والخارج هو اللي خسران. ثاني الخارج هو اللي خسران. وبقول لك ما دام انت عايز تطلع من الشركه زي ما انت كاتب في بيانك وما يبقاش ليه استاد وتروح تلعب في اي استاد ثاني، خلاص الشركه من حقها بقى انها تمنع ظهور اي حد عندك في كل القنوات اللي تبعها. اون دي ام سي كلها قنوات تبعها، مش كده؟ فحضرتك القاهره 24 كل القنوات اللي تبعها حضرتك مالكش دعوه بيها. ما دام انت مش عاجبك نظام هذه الشركه المحترمه اللي هي قالت عيب، هي كلها قالت لك عيب، من فضلك شيل اللي انت شيل الشتيمه. قلت لها انا عايز الشتيمه فرحان بيها. اوعى تفتكر الشتيمه دي هزتني يا خالد، اوعى تفتكر. تمام؟ وزي ما قلت لك كل واحد عارف حجمه، كل بني ادم عارف، والاهلاويه قبل الزملكاويه عارفين حجم كل واحد. يا جمهور الاهلي عظيم، جمهور الزمالك عظيم، اوعوا تقعوا في بعض عشان الكلب الهارب دون وبعض الصفحات اللي هنا. ها عايزه تولع البلد، مش هتولع مصر ان شاء الله. ان شاء الله في القران الكريم ربنا يوفق بلدنا ان شاء الله. شاء الله. وانا بقول يا خالد اهو انا مصراوي، مصراوي زملكاوي، واللي عايز يبقى اهلاوي او زملكاوي ومصراوي يبقى مش هي كلمه واحده سياده مشار، مصر فوق الجميع. مصر مصر فوق الجميع ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقكم
ونتمنى ان تتنيكوا على السياسه دي ومالكوش دعوه باي حد يغلط في اي مكان ثاني. احنا عندنا اللي بيغلط بنعمل مذكره واحنا خدنا حقنا. الشركه حذفت، هو عايز يرجع خلاص دي قضيته هو. تمام ان شاء الله باذن الله. اما احنا مستنيك بكره الساعه 6 تمام. والراجل السعيد الجميل ده انا على فكره طبعا اشتغلت في ادنوب والبداري وسهاج والسعيوب طبعا. شخصيه جميله قوي. الراجل بتاعك جدا اخف دم. اه بالظبط. خد بالك وهم عارفين يعني المشكله ان هم عارفين دمهم خفيف تمام. فانا بقول للاخ الصعيدي لو تحب تزورنا في اي وقت في مصر انت والاخ اللي كان معاك كان تقريبا عامل برنامج كده على الفيسبوك. اهلا بيك في نادي الزمالك، مفتوح لاي حد. اهلا بيك واهلا بيك يا قمح. بكره ما تزعلش، بعتذر لك قدام مصر كلها اذا كان حد اسالك يوم الماتش. اوعى تزعل، احنا كلنا بنحبك. شكرا جزيلا المستشار مرتضى منصور.